وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب. انا امل ودي قناتي. لو اول مره تشوفي القناه يا ريت بسرعه تنزلي تشرفيني وتنوريني تشتركي في القناه، وما تنسيش تفعلي زرار الجرس من كل كومنت تضغطي لايك بايدك الحلوه دي. يوم جديد وروتين جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدا كده تنزلي تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالي كده يا حلوه انت وهي نشوف بقى ما عادش حاجه على رمضان باذن الله. اللهم بلغنا رمضان، بما اننا في شهر واحد ويوم 21 او 22 هيبقى اول رجب، لازم كده نستعد. وبما ان الغلا واللي احنا فيه ده مش عارفين هيروح لفين، فاحنا نبقى بذكائنا وكبننا ستات بيه وشاطرين ونصحين، فهنقدر ندير الامر كده ونوفر، يعني نحاول نوفر من الميزانيه. يعني تعالي كده شوفي التكات والحركات في الفول، بجد حاجه كده عظمه، بجد حاجه كده عمرك ما تشتري فول تاني خالص من بره. وبما ان الفول غالي بره، يعني الفول انت بتشتريه من عند المطعم او من عند الناس اللي بتبيع فول وطعميه وكده، بجد والله العظيم غالي موت. يعني انت فاهمه يعني ايه قرصين طعميه بجنيه؟ يعني النص، يعني انا مش عارفه الدنيا رايحه فين. بس انا ما بحبش اي حاجه من بره، يعني قليل جدا لما بشتري الحاجات دي من بره. فمن بعد الغلا ده انا حرمت اساسا ومفيش حاجه، انا اعمل حاجه في البيت وضمن النظافه وضمن كل حاجه، وكمان هتبقى بزياده، يعني كل ده هتبقى بزياده. التسويه مش هتاخد حاجه في التسويه والله العظيم. فانت بدل ما تروحي تدفعي لهم بقى حق الانبوبه وحق الكلام ده كله، تعالي بقى واعملي الحاجه في البيت احسن. معانا كده نص كيلو فول، النص كيلو ده ب 12 جنيه بنات، نص كيلو فول ب 12 جنيه. هتجيبيه بلدي هتجيبيه رومي؟ الله اعلم، بس انا بسمع ان ده بلدي. البلدي ده بشتريه من السوق كده، حاجه السوق بتبقى نظيفه شويه، فجوزي ربنا يصلح له بيجيبهولي. فعندي نص كيلو فول نقعته، عايزه تنقعي اربع ساعات، عايزه تنقعيه من قبلها بليله مفيش مشكله. جبت عليه كوبايه او نص كوبايه من الفول المدشوش، عليهم نص كوبايه عدس، وبغسلهم كويس وبحط عليه برضو كده، وبحطهم في الفوال. كل ده في الفوالة طبعا، انا صفيت الفول وحطيته في الفوال. طبعا بقى ايه، بصي اعملي التركات والحركات بتاعه امل، والله العظيم هتكسبي وهتاكلي احلى فول على ضمانتي. انا زي ما انت شايفه كده قطعت الاربع، قطعت الطماطمات الطماطمتين اربع يعني تربع، تمام. وبعدين كده زودت معلقتين زيت وسبته على النار. طبعا هنا بقى اول ما غلى قمت مهدية عليه وسبته، دخل في مرحلة السوى. بدام دخل في مرحلة السوى بنقوم عاملين ايه، بتحط التركاية بتاعت امل برضو. طبعا في ناس بتحطها دقيق الله اعلم، بس انا بحبها بالنشا، لان بجد انا من يوم ما عملت الموضوع ده وبجد انا كنت بحاول ادور على تقل وحاجة تفتح لون الفول زي بتاع برة، ملقتش احسن من الصلصة الجاهزة، وملقتش كمان احسن من النشا. النشا معروفه ان هي بتقل الحاجه كده وبتخلي الحاجه حلو. فجبت هنا 3 معالق نشا، عليهم 3 معالق صلصه او معلقتين صلصه مفيش مشكله، بس يستحسن يعني ان انت هتحطي قد الصلصه قد النشا، وبشويه ميه وبتبتدي تقلبهم كده. وبعد كده هنحطهم على هنحط الخليط ده كده، اول ما يبقى صوص كده هتحطيه زي ما انا حطيته كده، تمام. وهتنقليه على عين صغيره يكمل ايه تسويته، تمام. لحد كده تمام يا امل، بجد والله العظيم يا بنات احلى من احسن يعني من بره بكتير. احنا عايزين نعمل كل حاجه، بما ان الدنيا غلت هنعمل فول، الفول بتاعنا في البيت، وهنعمل الطعميه في البيت، وهنعمل كمان حاجه رمضان الجميله دي اللي هي الزبادي، اللي طبعا لازم على اي سفره سحور لازم موجود الزبادي، فاحنا هنعملها برضو في البيت بطريقتي. بجد هنعمل حاجات الايام الجايه يعني توفر علينا في رمضان، ونبقى كده نحاول ان احنا نكون اقتصاديين في حاجتنا، لان المصاريف غالية وغصب عنك. يعني انت مش احنا مش اللي هنروح نجيب الحاجة غالية، لا والله هو غصب عنك ان انت مضطرة تشتري الحاجة دي. فنحاول على قد ما نقدر يعني، وربنا المستعان يا رب يعيننا كلنا، اللهم امين يا رب العالمين. اهم حاجة متنسيش لاختك اللايك والاشتراك في القناة، وتفعيل زرار الجرس من الكل عشان يوصلك مني كده زغروطة تقولك من بيت عمل نزلت فيديو. وتعالي كده بعد ما سبته اول ما برد خالص، تعالي شوفي منظر الفول عامل ازاي. والله العظيم بجد احسن فول هتعمليه في حياتك، احسن يعني حاجه كده جنان، حاجه كده. وكمان زي ما انتم شايفين كده يعني بتهرس بسهوله جدا، مستوي خالص التقل بتاعه، شايفين السمك؟ يعني انت ممكن تزوديه ميه وانت راح تغليه او راح تعمليه، يعني طبعا انت هتعمليه بطحينه، تعمليه بزيت زيتون او زيت حار، تعمليه بص زي ما انت عايزه بطماطم وتوم، بصي اعملي اللي انت عاوزاه فيه. طبعا هنا انا جبت الاكياس بتاعتي، وهبتدي بقى ايه
اعبيه عشان احطه في الفريزر. طبعا الكيس من ده لو بتشتريه من بره والله العظيم هتشتريه ب 10 جنيه. انا عارفه انا بقولك ايه، وكمان ما بتجيبيش كميه الفول اللي بتبقى جواه دي، ده هو بيحط لك يعني يجي 10 فولات باين ولا 5 وبعد كده كله ميه، او يضرب لك كده كم يعني بيضربه كده بالمضرب او بحاجه تجيبه لك ناعم يعني. تمام، فاحنا نعمل حاجه في البيت احسن يا بنات، حاجه جميله وحاجه نظيفه وانت ضامنه نظافه الحاجه. اهم حاجه ان انت ضامنه النظافه، ضامنه انت غسله الفول ازاي، ضامنه انت حاطه له الميه عامله ازاي، ضامنه كمان ان ايدك نظيفه اهم حاجه. وكمان بدل ما تشتري الحاجه من بره وتروحي وتدفعي قد كده لا، وده عايز ميزانيه يعني، لو هتشتري الفول والطعميه في رمضان يعني عايز ميزانيه والزبادي والحاجات دي، فانت بكيلو لبن بنعمل ما شاء الله بنعمل 10 كوبايات زبادي وبتبقى حاجه حلوه قوي. وكمان بتشيلي واحده على جنب تعمليها المره اللي بعدها، لان ازازه يعني كوبايه الزبادي بقت ب3.5 جنيه، انتم متخيلين الصغيره. نعمل حاجتنا في البيت يا بنات وتبقى حلوه. طبعا انا بدات اعبي بقى عشان احطه في الفريزر، وهسيب برضو للفطار. شايفين هو عامل ازاي، سمكه تقيل جدا جدا يعني، انت لو عايزه تخففيه بتخففيه بجد، حاجه كده جنان يا بنات حاجه كده. وكمان انت عندك الهاند بلندر حاجه بصي هتخليه حلو كده زي بتاع المطاعم برضو. تمام، زي ما انتم شايفين كده كنت بعبي الاكياس زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده جميله وحاجه كده حلوه. وشايفين اللون بتاعه والله العظيم لونه تحفه وطعمه تحفه، وبقى اخترعي فيه اعملي زي ما انت عايزه بقى يعني. اللهم بلغنا رمضان يا رب، وجعله كده دخلت علينا الهنا والسعاده والفرح، وبيوتنا مستوره اللهم امين يا رب العالمين، ونكون كل حبايبنا موجودين وما يحرمناش من حد اللهم امين يا رب العالمين، واشفوا مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين، وارزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب العالمين. طبعا دي حاجه اساسي ان احنا ايه لازم ندعي كده، وربنا باذن الله يعني ايه هيس يعني زي ما انت بتدعي هتتردلك باذن الله، الملائكه بتردلك الدعاء وكده. تمام، فزي ما انتم شايفين كده كنت بجيب كل حاجه بقى يعني كل حاجه من قلبي الفواله من جوه. شوفوا ده هعمله للفطار، ودول بقى هحطهم في الفريزر بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، 6 اكياس حلوين قوي وهينفعوني. دول كانوا 5، وده طبعا حاجه جميله جدا. وشايفين منظر الفول عامل ازاي يا بنات. اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس من الكل، والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.